قيل إن الحاجة أم الاختراع، وما أكثر المحتاجين في العراق الجديد. فالبطالة دفعت هؤلاء الشباب لإنشاء مشروعهم المتنقل في شوارع العاصمة بغداد، متحدين ظروفهم المعيشية الصعبة. عربة نقل عمومي قديمة أعيد ترميمها وتزيينها لتصبح مطعماً صغيراً يقدم الوجبات السريعة وبأسعار مناسبة. فكرة المطعم المتنقل مستوحاة من طريقة بيع الطعام في الدول الغربية، كما يقول أحد أصحاب المطعم. الفكرة اللي جتنا أنه أبو الشغل يعني كان بأوروبا، سويسرا وأمريكا، فتعرف هاي فكرة حلوة ويعني مشروع حلو ومرتب. تعرف إحنا عندنا بالعراق بطالة، هاي المرات يعني يجون زبائن ويفوتون مني، أكو عالم تستقبل هذا المشروع وأكو عالم ما تستقبل هذا المشروع. بينما يؤكد صاحب مطعم آخر أنه وجد نفسه مضطراً لتأسيس مشروعه الصغير بعد تخرجه من الجامعة. فكرة هي بدأت من قلة شغل موجود بالعراق، يعني شاب يشتغل تعيينات ماكو، جتك فكرة من الأفلام الأجنبية، فكرة انطرقت قبلنا بالعراق موجودة، وساعدنا العالم تحب هيك شيء، تحب وجبات سريعة، اللي ساعدنا. الفكرة الوليدة لاقت استحسان الكثير من سكان بغداد الذين يؤيدون مثل هذه المشاريع. لا، ظاهرة إيجابية جميلة. يعني ناحية الأكل طيب، نظافة، وشغلة يعني مثالية، وتكنولوجيا متطورة جميلة. القيود والضوابط القانونية المفروضة من وزارة الصحة وأمانة بغداد على أصحاب المطاعم المتجولة لم تمنعهم من مواصلة عملهم، حيث يؤكد أصحاب هذه المطاعم بأنها تمثل مصدر رزقهم الوحيد.